وعلى فكرة في 2005 سانجو سجل عن طريق ضرب الجزاء، والآن يسجل عاصم واهجيان ضرب الجزاء ناجحة للعين بطريقة حلوة وبالرقصة الحلوة. يا سلام، يتقدم العيناوي بهدف، بهدف عن طريق اسم واهد جياد اللاعب الدولي الغاني الذي وضع الكرة. يا سلام، في المكان الحلو في المكان الصعب، واهتزت شباك الامارات، اهتزت شباك الامارات. ويردد العيناوي الان، الخير جانه من ولد غانا، الخير جانه من ولد غانا. واه يا اسم واه على ضربة جزاء ناجحة ترجمت بصورة ناجحة، وبعد ذلك الرقصة الشهيرة اللي